التونسي يحلل من منطلق رجل سياسة وهذا عنده فيه الحق وخطابه متوازن هكا ولين صحيح. أنا ما ننتميش لحتى حزب سياسي، لكن القول بأن يا دكتور النخب أنا ننتظر منها دائما تكون في صف الشعب ولا في صف الديمقراطية، تحليل يا دكتور سامحني مش سوسيولوجي. ما أنا مش سوسيولوجي، الهرماسي عبد الباقي الهرماسي اظن، خاطر ديما نغلط من بين عبد الباقي عبد الباقي هو استاذ علم الاجتماع. قرات مؤخرا مقال على دور النخبه وموقف النخبه التونسيه من قضيه الاصلاح، مقال رائع جدا تم جبوله. يتبع النخبه التونسيه اليبوك القضاة الائمه مفتين عائلة جعيط الى اخره عائلة عاشور، يقدم موقفها من الإصلاح السياسي والإصلاح الديني والإصلاح التعليمي والإصلاح القضائي وفي النهاية من الاستعمار ساعتها فرنسا محتلت. يتبعهم يلقى موقفهم بكلها كانت مع الاستعمار. يقول علاش؟ يقول لي أن الناس هذوك عندهم مصالح خايفين لكان تمس تعمل أنت مثال إصلاح القضاء. شو معنى إصلاح القضاء؟ معنى باش تعمل محاكم مدنية. شو معناه؟ معناها القاضي الشرعي القديم باش نحلى بلاصته. هذاك علاش القاضي الشرعي القديم كان ضد اصلاح القضاء، وقص على ذلك في اصلاح التعليم، وقص على ذلك في موقفه من الـ من الـ من الاستعمار. يعني ما نحبش نذكر عائلات تويكا يتسمى عائلات علم، كانت مع اخذ الفرنسيين وافتكاك الفرنسيين للاراضي نتاع التوانسه أصدرت بيانات. هاي سيدي المؤتمر الأفخارستي اللي هو مؤتمر مسيحي لنشر المسيحية ولا عارف شكون شارك فيه؟ شارك فيه من أكبر العائلات نتاع العلم والفقه الإسلامي. خليني نرجع للموضوع. دائما نفسروا بموقفهم وبمصلحتهم والنخب، النخب هذه اللي صحت البيان. وبالمناسبة ستظل كاتبينها غلطة تسموا فيه اتحاد كتاب. اتحاد كتبه. اني مانيش رجل سياسه وعندهم ما تيعملوا لي. هذا ما اتحاد نتاع كتب مش كتاب، ستظل كاتبينها غلطه كاتبينها ما تشالش. هذا ما عندهم اليوم مصالح ضيقه ومصالح تافهه جدا. نعم برا يمشي لدار الصحفي ودار الكاتب وتتعرف شنو هي المصالح.